اولا الصفه ديالكم في المكتب تاع المولوديه؟ انا الصفه ديال الكاتبه عندي المولوديه. شنو رايكم في هذا التظاهر هذه النشاط اللي قمت به الصفه الامريكيه مع السيد وياشي؟ لا بالنسبه لنا الاساسي هو انه مجموعه ديال اللاعبين امريكيين عندهم خبره كيلعبوا في الام بي اي يعني في البطوله الاحترافيه الامريكيه، وبطبيعة الحال بغينا نستافدوا من التجربة ديالهم في المجال ديال التأطير بالنسبة لخاصة الجانب العنصري بالنسبة للفتيات، وحنا اللي كان عندنا علاقة بالجانب الرياضي أساسا بالمؤطرتين اللي كيلعبوا في الانبيال، هذا هو الأساس من أجل أنه تشجيع العنصر النسوي في الممارسة ديال الرياضة وخاصة الإشاعة ديال كرة السلة في المدينة، وركزنا بالاساس على مساله ديال كره السله في الجانب ديال الاحياء الشعبيه خاصه في ذوك الاحياء المركبات اللي كاين مركبات اللي فيها انشطه رياضيه، وطبيعه الحال من ضمنها كره السله، وهنا كما كتشوفوا كاينين هنا مجموعه ديال المستفيدات في هذا الجانب هذا من الاطفال اللي كتراوح الاعمار ديالهم من 8 سنين حتى ل 18 سنه. بالنسبه للمولوديه الجديده لكره السله، واش باقي كتعاني من الصعوبات الماديه؟ بالنسبه لنا احنا المولوديه الوجديه اولا ندق نقص الخطر على اعتبار ان في هذه الاثناء يجري فريق ديال المولوديه الوجديه يجري المقابله ديال السد بمدينه فاس ضد فريق ديال ارفود، وبواحد الامكانيات ان البارحه على اساس ان البارحه باش اللاعبين والطاقم التقني التحق، فكنتاسفوا صراحة انه دقينا مجموعة ديال الابواب ديال المسؤولين، ولا حياة لي من تنادي ما عدا بعض الغيورين اللي بطبيعة الحال اللي راهم يكافحوا مع الفريق، وعلى راسهم السيد سي محمد هبال رئيس النادي اللي بطبيعة الحال كيضحي بما اوتي من قوة في هذا الجانب هذا، ولكن للاسف عندنا اربعة ديال مباريات السد، ولحد الان لم تلقى اي دعم من اي مسؤول ما عدا واحد الدعم اللي نعتبروه رمزي من طرف رئيس الجماعه اللي كان شكره بالمناسبه، ولكن صراحه حتى عندنا حتى صعوبات على مستوى ديال الشباب والرياضه في التدريب ديال الفريق، وعندنا صعوبات حتى باش نتلقاو مسؤولين، ونتمنوا ان من المسؤول الاول الحالي ديال العماله السيد ولي الجهه الشرقيه الحالي سي سعيد همام انه نحظوا بالاستقبال ديالو على اساس انه العام اللي فات درنا الفراج ولعبنا مباريات السد، وهذا العام كنلعبوها دابا في هذه الاثناء هذو غادي نلعبوا مباريات في الاسبوع المقبل والاسبوع اللي من بعده، وللاسف انه ما كاينش شي مساعدات اللي خاصه انه كاين طاقم شاب كتميتو في الاداره ديال التسيير، وهاد الشابات هادو اللي كتشوفوا هما العام اللي فات فازوا يعني كانوا وصيفين البطوله الوطنيه يعني فئه الفتيات، ولم كانوا وصيفين البطوله يعني واجهوا فرق عتيده وما تعطلهمش الاهتمام لهاد الشابات هادو اللي بطبيعه الحال اقصى ما يمكن اننا نكرموهم بهم انهم يحضروا هاد التدريب هادو. شكرا استاذ.